السلام عليكم طلاب ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا إن شاء الله اليوم The Heart, القلب, Structure and Functional of the Human Heart. Introduction: The heart is the muscular organ about the size of the closed fist, يعني بحجمه هو يكون بحجم قبضة اليد المغلقة, وهو يكون muscular organ, هو عضو عضلي, يعني هي القلب عضلة. Okay. Function as a body's circulatory pump. It's taking oxygenated blood through the vein and deliveries into the lungs for the oxygenation before pumping it, يعني قبل ضخه. Okay, into the various arteries, يعني إلى الشرايين المختلفة, which, يعني يقصد هنا الشرايين, which provide, التي تجهز, provide oxygen and nutrient to the body tissues. لأن إحنا نعرف إنه من ينضخ يطلع لنا دم وأكسجين يروح تحت حمل الشرايين. الدم نعرفه هو يحتوي على ال RBC, يحتوي لنا على بلاتليت, يحتوي لنا على البلازما, يحتوي لنا على البروتينات, يحتوي لنا على الأملاح, يحتوي لنا على المعادن, طبعا بنسب طبيعية. أوكي, بعد شنو عندنا المواد المغذية, هاي تكون فيعتبرها دم نحتاجه, لأن يحتوي لنا أيضا على الحديد الهيموغلوبين. أوكي, فإذا هو هم تجهيزه دمويا وتغذيته, نيوترينت تغذية. أوكي, transporting the blood through the body, يعني نقل الدم من خلال يعني throughout the body, إلى جميع أنحاء الجسم أو عبر ال okay. The heart located, هنا هسه موقعه, in the thoracic cavity, يقع في داخل التجويف الصدري. okay, specific وين راح يكون, medial to the lungs, medially to the lungs and posteriorly to the sternum. إذا هو يقع خلف عظم القص ويكون medially تقريبا بالوسط, هو بالميدلاين, فميديال تو ذا الجانب الانسي الى الرئه. اوكي, ميديال بالتشريح, الميديال واللاترال. اللاترال ما اقول عليه مثلا جانبي, هو اوكي افتهمها انه هو جانبي, لكن هو الجانب الوحشي والجانب الانسي. اوكي, فميديال تو ذا لانجز اند بوستيريور تو ذا سترنم, وخلف عظم القص. أوكي. مثل ما نعرف انه القلب يكون رأسه الى الاسفل وقاعدته الى الاعلى. زين, خلينا نشوف قاعدته مين تحتوي او ايش تحتوي او شنو اللي يلتصق بها. نقول superior ends of the base of the heart, يعني في قاعدة القلب, attached to the, 1 2 3 4, الى الاورتة الابهر. اوكي, pulmonary arteries, pulmonary هنا معناها الرئوية, فالشرايين والارتريز الشرايين, فالشرايين الرئوية, veins الأوردة, and vena cava الأبهر, الشريان الأبهر, هيجي الأورتة والفينا كافا. أكو الأورطة, يعني الأورطي, أورطة, فالأورطة طلاب هو الشريان الأبهري, والفينا كافا هو الوريد الأورطي, هيجي يعني تجي ترجمته. أوكي, هسه نشوف على القلب موقعه, تشوف موقعه ووظيفته احسن ما الترجمه. اوكي, ف الانفيريور تيب, يعني راح تكون راسه يكون مدبب ويكون وين, الى الاسفل. اوكي, ف انفيريور تيب اوف ذا هارت راح هنا از نون, يعني ناون ابيكس, يعرف بالقمه, ويكون ريست جاست سوبيريور ذا دايفرام, راح يستقر. اوكي, وين, بجوار الدايفرام او على الدايفرام. الدايفرام هنا منه الحجاب الحاجز. اوكي, ويكون لوكيتد ذا بيس اوف ذا هارت, القاعده لوكيتد اللونج, على طول بديز, يعني الميد لاين. اوكي, خط وسط الجسم, وذ ابيكس بوينتد توارد ذا ليفت سايد, وتكون الابيكس مالته متجهه نحو الجانب الايسر. تمام, هنا يبين لك تركيب القلب
من أوردة وشرايين وصمامات. شي يقول the vena cava أو vena cava carries deoxygenated blood، يعني اللي حاوي على CO2 deoxygenated blood، oxygenated مؤكسد، deoxy يكون غير مؤكسد، from the body من الجسم to the right atrium. شنو atrium؟ atrium الأذين. فهنا القلب طلاب، هنا atrium أذين. فالقلب احنا نعرف يتكون من 4 حجيرات، اوكي، 2 الى الاعلى و2 الى الاسفل. فالى الاعلى اسميها left atrium، وهنا يكون العفو، هنا سوري، فهنا راح يكون هنا هذا الربع اسميه left atrium، اوكي، هنا right atrium، هنا left ventricle، هنا right ventricle. ventricle بطين، فاذا يتكون من بطينين واذينين، تمام. هنا عندنا الفينا كافا، الفينا كافا يكون اقسمه الى superior وinferior. هنا الاورتة، هنا الاورتة اللي يكون هو arch مثل القوس، اوكي، هنا pulmonary arteries، pulmonary arteries، pulmonary vein. هنا superior vena cava ينقل الدم من ال يعني ال transport the blood، العفو transport the blood from the head. اوكي، inferior vena cava transport body، او العفو transport the blood from the rest body. اوكي، structures احنا التراكيبه هو عباره عن ثلاثه طبقات اللي هي الابيكارديوم والمايوكارديوم والاندوكارديوم. اوكي، هنا الابيكارديوم راح تكون اوت موست، يعني اوتر موست لاير، هي الطبقه اللي تكون الى الخارج، يعني اول طبقه هي من الخارج. اوكي، and it's just another name for the visceral layer of the heart، the pericardium. pericardium اللي هو شغاف القلب. myocardium هنا تكون الطبقة الميدل وتكون عضلية muscular، content cardiac muscle tissue. myocardium قلنا راح تكون هي الميدل layer وتحتوينا يعني تكون نسيجها muscular، cardiac muscular يعني الطبقة العضلية القلبية. الاندوكارديوم هي راح تكون الداخليه، يكون نسيجها سيمبل سكويموس اندوثيليوم، يعني حرشوفي بسيط، بسيط هنا اقصد به يعني يكون سنجل لاير، يعني الخلايا تكون لاين واحد او طبقه واحده، فسموها سيمبل سكويموس اندوثيليوم لاير. لاين ذا انسايد ذا هارت، راح يبطن داخل القلب. The endocardium تكون شنو مواصفاته؟ very smooth and responsible for the هنا function، تحافظ على مجرى الدم from the sticking into the inside the heart أو inside of the heart. هنا التركيب القلب، أوكي، يقصد هنا function of the heart هو شنو؟ عملية ضخ الدم، راح يضخ الدم، أوكي، فيكون هو عضلة ضاخة pumping، فيتكون من الأورتة valve. valve خاف يعني تقول هنا شنو الفالف؟ هو صمام، وظيفة الصمام ينفتح أثناء الضخ يأخذ الدم ويرجع ينغلق، بحيث ليش ينغلق؟ حتى prevent return the blood، يعني ويمنع رجوع الدم. أوكي، هنا نمأشر لك الليفت atrium، tricuspid هنا صمام يقع بالرايت فينتريكل، اوكي، او يضخ الى الرايت فينتريكل، وهنا مأشرنا على الليفت فينتريكل. هنا طلاب الدم ينتقل من خلال الجسم مرتين قبل رجوعه الى البلاد، اوكي، هنا يعني فد نوت the blood travels through the heart twice، مرتين before returning، قبل رجوعه الى قبل الرجوع to the body للجسم.
هنا المنظر الاكسترنالي الخارجي للقلب راح يحتوي لنا على السوبيريور سوبيريور فينا كافا انفيريور فينا كافا. هنا الارج قلنا الاورتا. هنا البولمونري ارتري. هنا البولمونري فين. هنا كوروناري ارتري الشرايين التاجيه. بولمونري ايضا هنا فين. رايت اتيريا يعني الاذين الايمن, وتحته يكون الليفت فينتريكل البطين الايمن. بالمناري سيركت اند سيستميك سيركت. بالمناري سيركت هنا شنو نقصد بيها او شنو هي؟ هي دي اوكسجينيتد بلاد ليفز ذا رايت فينتريكل اوف ذا هارت فيا ذا بالمناري ارتريز. يعني راح يترك هنا الرايت فينتريكل الأذين العفو البطين الأيمن من القلب via خلال البولمونري أرتري and travels وتصل to the lungs من ثم إلى return as the يعني راح يرجع as كدم مؤكسج oxygenated blood to the left atrium يعني إلى الأذين الأيسر of the heart via the pulmonary vein. هاي شنو أسميها pulmonary circuit. الدورة تكون الرئوية. الدورة الرئوية يكون deoxygenated blood راح يطلع الدم الغير مؤكسج من الرايت فينتريكل من الأذين الفينتريكل من البطين الأيمن أوكي من القلب يطلع ويروح الى البولمونري ارتريز اند ترافلز يصل الى الرئه ترافلز او ينتقل الى الرئه من ثم يرجع كدم مؤكسج الى الليفت اتيريوم من خلال البولمونري فين اوكي. فبما انه مع البولمونري فين اوكي وراح سميناها وبولمونري ارتري فسميناها بولمونري سيركت يعني الدورة الرئوية. الدورة الجهازية راح تكون oxygenated blood حتى مكتوب لك بالأحمر oxygenated blood leaves the body via the left ventricle من خلال البطين الأيسر to the aorta إلى الأبهر and from there enters يعني تدخل enters the arteries and capillaries يعني الشرايين والأوعية الدموية الشعيرية الكابيلاريز where it supply the body's tissues with the oxygen يعني حيث تجهيزها بأنسجة الجسم بالأكسجين. إذن الدورة الجهازية هي راح تجهز لي منه راح تجهز لي body tissues ويان بمن تجهزه بالأكسجين. زين منين تبدأ راح تترك ال leaves the body من خلال the left ventricle للأورتة and from their entire راح تدخل الأرتريز يعني راح تطلع بعد من القلب تدخل إلى الأرتريز وتدخل إلى الكابيلاريز بحيث تصل إلى جميع أنسجة الجسم وش تجهزه supplied with the oxygenated blood هي دم مؤكسج. deoxygenated blood return راح يرجعني الدم الغير مؤكسج وين يرجع يعني شنو غير مؤكسج حامل لي CO2 راح يرجع الى الاوردة to the vena cava عن طريق منه الفينا كافا re-entering to the heart حتى يرجع يدخل الى القلب الى الرايت اتيريوم re-entering يعني ويعيد دخوله الى الهارت رايت اتيريوم يعني الى الاذين الأيمن للقلب. الفالف هنا أنا تعريفه الفالف هو prevent back flow keeping the blood flowing on the direction through the heart يعني هو راح يسمح الدم إن يكون باتجاه واحد ويمنع رجوعه يعني هو اللي يسمح بدخول الدم وسريانه باتجاه واحد يرجع ينغلق بحيث يرجع يمنع لي رجوع الدم. That's finished. Thank you طلاب وأتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لحسن الإصغاء. مع السلامة.